نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. وخلونا نخش في مواضيعنا مباشرة، نستغل الوقت ونستغل الفرصة. مواضيع واجدة عندنا اليوم، وبين أيدينا هنا وثائق خاصة وحصرية لقنوات 218 لها علاقة بالإرهاب والإرهابيين، ولها علاقة بأسماء أخطر إرهابيين في ليبيا. قوائم حصرية، قوائم مكتب النائب العام، المطلوبين للنائب العام في قضايا إرهاب. قدرنا في 218 تحصلوا على نسخ خاصة وحصرية، وحنستعرضوا مادة بعد شوي فيها كم اسم وفيها كم إرهابي خطير جدا حنتكلموا عليهم خلال الحلقة هذه، وعلى دورهم. طبعا لما نتكلم عن الإرهاب نتكلم على دورهم الخطير في إسقاط مدن ليبية كاملة في يد تنظيم داعش، التنظيم الإرهابي الأول في العالم، التنظيم الإرهابي رقم واحد في العالم، تنظيم داعش. قائمة فيها تقريبا 193 و 194 اسم إرهابيين، كلهم بعضهم مات أو شوية منهم اللي ماتوا، والباقي طبعا قاعدين، ربما جزء منهم قاعد الآن يسرح ويمرح، وربما جزء منهم قاعد يقاتل في صفوف حكومة الوفاق، الله أعلم. لكن جميع الأحوال كلهم قاعدين وأغلبهم قاعدين موجودين. ولكن قبل ما نضعوا قدامكم القائمة متاع الإرهابيين بناخذ معكم خبرين. الخبر الأول هو خبر الأخبار الآن في خلال الساعة هذه، مقتل هشام سيمير. هشام سيمير زي ما يعرف الجميع من أكبر تجار السلاح في مدينة مصراتة، وداعم رئيسي للمجموعات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة وخصوصا لواء الصمود. في كل حرب دائما دور على هشام سيمير، زي السنة اللي فاتت لما التشكيل المسلح بتاع الصمود بقيادة صلاح بادي حاول أنه هو يحشد ويخش للعاصمة ويحاول أنه هو يستحوذ على الغنيمة في العاصمة. في هذيك الحرب واللي في قبلها كان دائما هشام سيمير حاضر لجلب السلاح للمجموعات المسلحة، تاجر متخصص في توريد السلاح، وأيضا رجل مليونير وغني قتل اليوم فيما يبدو أنه هو كمين. انتهى طبعا الخبر بمقتل هشام سيمير. المهم في هذا كله أن تقرير خبراء الأمم المتحدة نذكر به، واللي فردت 218 نيوز بعرضه بالكامل، تكلم في جزئية منا على هشام سيمير وعلى تجارة الأسلحة، تقرير 2018. ذكرت تقرير خبراء الأمم المتحدة بالحرف أن هشام سيمير قام بتوريد أسلحة للمجموعات المسلحة التي هاجمت مطار معيتيقة في يناير 2018. إذا الدلالة الأولى مقتل سيمير يعطيك فكرة كيف أن الحرب والمعركة قاعدة تأخذ في أشكال ثانية. المعارك بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة والميليشيات قاعدة تأخذ في أشكال نوعية. أمس كان في قصف لمقر النواصي، ميليشيا النواصي، واليوم في استهداف لأكبر تاجر سلاح ومورد سلاح شهير في عالم المجموعات المسلحة. وعشان نعرفوا الدلالات ورمزية مقتل شخصية زي هشام سيمير، خلونا ناخذ معنا اتصال هاتفي. معنا العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني في القوات الليبية المسلحة. سيادة العميد، سعداء بوجودك معنا، وخلونا نبدأ معك بدلالة خبر مقتل هشام سيمير. طبعا هشام سيمير معروف من الذين دعموا الحروب في 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 ليبيا منذ بدايات 2000 تقريبا 13 لفجر ليبيا ولا 14، ومعروف بدعمه المباشر حتى ايضا بعض المجموعات المشبوهه. ربط العلاقه بين تركيا وقطر، وهو له دور مشبوه، لديه سجل رغم انه دائما يعمل في الظل غير واضح لكثيرين. لكن الذين خبروا هذه الاحداث او الاجهزه الامنيه او المخابرات التي تجمع المعلومات او الذين على درايه بهذه الميليشيات وما حصل خلال طيله السنوات الماضيه يعرف الدور الرهيب الذي قام به هذا الذي ساهم في إذكاء الحروب، ساهم في الفوضى. يعني ربط الدور التركي المشبوه والقطري بتنظيم الإخوان وبمدينة مصراتة، وهو أحد الذين ربما كان سبب رئيسي في توريط المدينة وشباب المدينة. كان يعمل بمجموعة برامج استغل قدرته المالية والتي تنامت بعد ذلك بحيث من خلال ما قام به من صفقات مالية. طبعا أيضا مسجل عليه أنه هو مجند مخابراتيا، وطبعا هذا التجنيد لصالح دولتين، وهناك من يقول لا لصالح دولة واحدة. لا أريد أن أفصح الكثير في هذا الجانب لسبب، وهو أن الآن ربما الأيام القادمة سنكشف الكثير في حوصلة كاملة عن هذه الشخصية، والتي بالتأكيد الآن أو غيابها أو حتى ما حصل من خلال القضاء عليه هو القضاء على دور مشبوه وخطير لأحد نعم. طيب. الذين كانوا وراء إذكاء هذه الحروب، وكان وراء إثارة الفتن، وكان وراء الهجوم على بني ليد، وكان وراء فجر ليبيا، وكان وراء الكثير من الأحداث المؤلمة التي ساهمت في ضرب المسيح. طيب سيادة العميد خالد، والتي كانت تبكي نار نعم. الصراع السياسي. طيب عميد خالد، يعني نحن الآن تقريبا قاعدين في مرحلة نوعية في المعارك بين الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة. أمس كان في قصف لمقر النواصي، واليوم في عملية نوعية تتكلم على هشام سيمير التاجر المعروف في السلاح ومليونير ورجل غني ويمول في الحروب دائما زي ما حكيت. طبعا هو استهداف النواصي الحقيقة اليوم الشباب أبلغوني أن بعد استهداف النواصي تم يعني القيام بعمليتين نوعيتين في طرابلس، أحداها مهاجمة خندق العاصمة والمتواجد به عدد من المجموعات ما يعرف به بتبو الذين يعولون على يعني استغلال موضوع التبو كأقلية أو كمجموعات لإثارة التقسيم والفتن في الجنوب، اللي هو حسن موسى حسن لا إله إلا الله محمد صلاح يبدو من هذا الاسم حسن مسعود اللي كان من ضمن البرامج اللي كان في المجلس الانتخابي اللي راح مني اسمه والله يحفظه. المهم تم اليوم محاولة المائتة في طرابلس، تم محاولة المائتة في طرابلس وجرح شخصين من هذه المجموعة التي تعمل على الاستفادة أو استغلال مسألة التابو. أيضا الآن الشباب شعروا بمعنويات، لأن ضرب مقر النواصي في حد ذاته كسر عن جهية هذه الميليشيا الحافلة بالإجرام والحافلة ب طبعا إدلال المواطنين في الطوابير، إدلال المواطنين في طوابير البرلين والوقوع وطوابير المصارف وما إلى ذلك. هؤلاء الذين مارسوا، وطبعا مات في اعتداءات الساعه 2، وهناك قيادي من هذه الميليشيا ثالث ذهب للعلاج في تونس، محادثه حرجه. القضاء على هذه الاسماء الاجراميه مهم جدا حتى لمعنويات الناس. يعني رصدنا انبساط اهالي طرابلس بهذه الضربه، لان هذه الميليشيا تعني لهم الالم، تعني لهم الإدلال، تعني لهم فترة طويلة من يعني الإجرام في حق الشيوخ والشباب والذين كانوا يحتاجون إلى الوقوف في الطوابير من أجل السيولة ومن أجل الوقود نعم. في تعاملهم السيء وما يقومون به تجاه المواطنين بشكل عام. طبعا استهدافنا لكل هذه الميليشيات سيكون على التوالي خلال اليومين الماضيين. كانت الضربات موجعه في سرت وفي محيطها، الاعداد القتلى طبعا كانت كبيره، ضرب الاليات والمعدات الاسلحه، عدم تمكينهم من التمركز او البقاء في مكان او حتى السيطره على المواقع الموجودين فيها، وهذا سبب لهم حاله من الوباء والهلع ومهم جدا. واعتقد ان السلاح الجوي يؤدي في دوره على أسرع اتفاق، ولا زال سيتزايد ذلك مع نعم. ما يحصل الآن، وهو صيانة طائرات أخرى وإصلاحها بدفاع كفاءاتنا، كما شاهدت من اليومين الماضيين إصلاح الدفاع الجوي وصيانته بعد أن كان بالعدم. الآن عندنا الدفاع الجوي ولله الحمد بدأت الرادارات تعمل، الصواريخ تم إصلاحها لاستهداف أي طائرة أو أي معتدي على الأجواء الليبية. بدأت ترجع السيادة بفعل القوات المسلحة شيئا فشيئا على أكثر من صعيد، الجانب البحري إلى حد كبير والدفاع الجوي إلى حد كبير والسلاح الجوي، والحمد لله. وهذه كلها تبشير النصر، وبإذن الله سيكون موعدنا قريبا مع القضاء على كل ما يؤلم الليبيين ويؤخر انتصاره. نعم، أشكرك جزيل الشكر عميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات الليبية المسلحة. أشكرك جزيل الشكر، وزي ما تابعتوا معنا تفاصيل مقتل هشام سيمير. عندنا خبر ثاني، نبي ناخذ خبر خاص وحصري بقناة 218، خبر له علاقة بالميليشياوي الشهير الصندوق اللي حكينا عليه قصته مع وزارة المالية في حكومة الوفاق حاملة لواء الدولة المدنية. الخبر الحصري الخاص بقناة 218 نقرأ لكم جزء منه قبل ساعة تحديدا. أفاد مصدر لقناة 218 نيوز بتواجد القيادي البارز في كتيبة النواصي محمد بذراع الملقب بالصندوق، وين متواجد؟ في مقر وزارة المالية في طرابلس وسط استنفار أمني خارج مقر الوزارة. الكلام هذا راهو قبل أكثر من ساعة، قبل ما نخش الاستوديو ساعة، أقول ساعة والله أقول ساعة ونص. وقال المصدر إن الصندوق يتواجد في الدور الأول في الطابق الأول من مبنى الوزارة، بينما يعقد الوزير فرج بومطار اجتماعا في الدور الثالث. قعد له لقطة يبدو أنه هو في الدور الأول دون أن يتضح سبب قدوم الصندوق أو بذراع. وأكد المصدر أن الصندوق وصل للوزارة دون مرافقة مسلحين وسط تعزيزات أمنية حول مقر الوزارة من عناصر تابعة للنواصي، المجموعة المسلحة النواصي اللي تم قصف مبناهم أمس. بالتزامن مع القصة هذه، مع الخبر هذا، انتشر اليوم على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كتاب لم يتسنى لقنوات 218 التحقق من صحته إلى هذه اللحظة. شنو يقول الكتاب؟ يقول إن والله فتحي بشاغه وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي بشاغه أصدر قرار بالقبض على أبرز قادة كتيبة النواصي ظهر عروة ومحمد بذراع الصندوق على خلفية تهجمهم على مكتب وزير المالية المفوض فرج بومطاري وهددوه والقصة هذه كلها. ولكن الصفحة الرسمية بتاع وزارة داخلية بشاغه مش منزلة البيان إلى الآن، متداول إعلاميا، متداول على السوشيال، وإلى الآن ما نفتش أو أكدت وزارة داخلية بشاغه الكتاب متاع القبض هل هو حقيقي والله هو غير حقيقي، خصوصا أن تتكلم على ميليشيا النواصي أو المجموعة المسلحة بتاعت النواصي اللي فيها أغنياء الحرب وفيها قيادات بعض منهم مطلوب دوليا وفيها قيادات عليها تهم كبيرة. وزي ما نذكروا من جديد تم قصف مقرهم أمس في ضربة لسلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني. ندخل في موضوعنا المباشر هذا أيضا والوثائق الحصرية اللي موجودة بين يدي. أخطر ظاهرة وقفت حل ليبيا لسنوات طويلة وخشت بالبلاد فيها المعمعة هي الإرهاب. لا شك أن في إجماع في ليبيا وفي المنطقة وفي العالم كله أن الإرهاب أصبح وتم ظاهرة كونية. العالم كله الآن قاعد يحاول أنه هو يضع قواعد صحيحة لتعريف الإرهاب أولا وبعدين محاربته ومكافحة الإرهاب. وديما نبغوا نركزوا على التمييز بين شيئين مهمين، قضيتين مهمات، بين محاربة الإرهاب من جانب وبين محاربة الإرهابيين. هل في فرق؟ نعم في فرق، والفرق هائل وكبير جدا. محاربة الإرهابيين التنظيمات المتطرفة والأفراد الإرهابيين هذه وظيفة للجيوش الوطنية على المستوى العسكري، وبعدين تجي طبعا الأجهزة الأمنية في مرحلة ثانية وموازية للحرب العسكرية اللي هي الحرب الأمنية على الإرهاب، محاربة الإرهابيين بمعنى قتالهم على الأرض وإخضاعهم وكسر شوكتهم وتحرير المدن وتحرير المناطق والقرى اللي سيطروا عليها الإرهابيين. وظيفة الجيوش اللي هي تحمي البلد من الإرهاب والإرهابيين، وهذه وظيفة دارها الجيش الوطني وقطع فيها شوط كبير وهائل جدا في بنغازي وفي درنا وفي فزان وفي الجنوب. ولكن محاربة الإرهاب نفسه شيء مختلف. لما تقول محاربة الإرهاب معناه أنت تحكي الآن على مشروع دولة، محاربة ظاهرة دينية متطرفة، محاربة التشدد الديني، محاربة التطرف، محاربة هالأفكار الدينية المتطرفة المتزمتة اللي تشوف في الديمقراطية كفر والموسيقى حرام والحياة كلها الحي وجلاليب وخمار إلى آخره. الأفكار الدينية المتشددة هذه المسؤولة عن إنتاج وخلق عالم من الإرهابيين، هذا مشروع دولة له علاقة ببرامج إنقاذ عاجلة تشمل تغيير مناهج، مراجعة خطاب ديني، تعديله في الجوامع، عملية إصلاح منهجية، التنمية الثقافية العلمية. يعني تتكلم على باكج كامل تشتغل به الدولة، أشياء ربما حنتكلم عليه نحكوا عليه بالتفاصيل في حلقة ثانية أو في حال طبعا كان عندنا وقت أو فضل عندنا شوي وقت في الحلقة هذه. قبل ما نتكلموا الآن ونستعرضوا المادة الحصرية بالأسماء وبالمدن لازم نذكروا قبل الجهات المسؤولة عن انتشار الإرهاب في ليبيا. من هي الجهات اللي تسببت في جعل بنغازي مدينة للذبح والاغتيال وتقطيع الروس وتطويحها في الشوارع من 2012 لعند 2014؟ من هي الجهات اللي وصلتنا لمرحلة أن مدن ليبية تعلن البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية الداعشية؟ شوف المرحلة اللي وصلنا لها في مرحلة من المراحل. ما اللي وصلنا إلى المرحلة المأساوية هذه؟ أن مدينة زي مدينة درنا يتم فيها إعلان البيعة لداعش وتتحول لإمارة إسلامية تتبع أعنف تنظيم إرهابي في العالم. من هي الجهات اللي خلتنا نوصل لمرحلة تتابع أنت تبدأ تشوف وتتابع في تطبيق قوانين العصور الوسطى في مدينة سرت الليبية؟ قطع وجلد وصلب وإرهاب وتصفية، وتم إعلان سرت أيضا إمارة إسلامية ضمن إمارات الإرهاب الجهادي. من؟ الجواب بسيط جدا، تاريخ عشناه كلنا نحن الليبيين. جهة سياسية اسمها المؤتمر الوطني العام اللي اسمه الآن مجلس الدولة، وجهة متحالفة مع المؤتمر الوطني جهة مسلحة اسمها الميليشيات والدروع، ومجالس شورى الثوار، وسمي ما شئت من أسماء الكتائب، كتائب الفوضى والإرهاب والسطو المسلح على الدولة الليبية والسطو المسلح على الحلم الليبي. إلى هذه اللحظة المباركة اللي نحكي فيها الآن ما فيش حد حاسب المؤتمر الوطني اللي دعم الإرهابيين والإرهاب وعطاهم الغطاء السياسي الشرعي في سنوات حكم المأساوية في ليبيا، سنوات سود حقيقية في تاريخ ليبيا. مرة يسموا فيهم ثوار، مرة يسموا فيهم شباب، كل مرة عاد يديروا لهم في اسم. الإرهابيين في درنا وفي بنغازي وفي طرابلس وفي سرت، وكانت قيادات الإسلام السياسي وما زالت تشوف فيهم حمال الثورة، تشوف فيهم خط الدفاع الأول ضد التيار المدني. أفضل الإسلاميين أو أفضل واحد في الإخوان المسلمين في المؤتمر الوطني شنو يقول لك؟ أفضلهم كان ساكت ومخلي الإرهابيين يدوسوا في التيار المدني وفي الناس وفي الحقوقيين وفي النشطاء المدنيين وفي الضباط وفي العسكرية، وجزء منهم كان متحالف حقيقة وواقعا مع الإرهابيين ويستخدم فيهم لتأديب التيار المدني على الأرض وتأديب الليبيين اللي رفضوا حكم الإرهاب وحكم القرون الوسطى اللي تدعم فيه أعلى سلطة تشريعية في البلد وقتها، المؤتمر الوطني اللي اسمه الآن مجلس الدولة أو المجلس الأعلى للدولة، اللي يحكوا اليوم جماعة مجلس الدولة عن السياسة وعن الديمقراطية، وهم أكبر من دعم الإرهاب. المؤتمر الوطني اللي صرف ويصرف في الملايين ومئات الآلاف على الإرهابيين ويدز لهم الفلوس، يدز فين لهم في شكاير في درنا وفي بنغازي. بوكا العريبي كان يستلم في الملايين في شكاير، ملايين ومئات الآلاف شهريا تصرف على المجموعات المسلحة الدينية المتطرفة وغير المتطرفة وكتائب دينية متطرفة جهادية في درنا، بوسليم وأنصار الشريعة، ملايين توصلهم، توصل لعندهم الملايين، دعم سياسي ودعم ايديولوجي. وهذه أول مرة راهو تصير في التاريخ، أول مرة تصير في التاريخ أن الدولة بشكل رسمي تعزز الإرهاب وتوطن وتمكن الإرهاب داخل البلد، عمرها ما صارت إلا عندنا. وتخش الدولة بشكل رسمي في حرب وفي تحالف مع الإرهابيين وأنصار الشريعة ومجالس الشورى المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركات دينية متطرفة نعرفون وحدات ما نعرفونش. دولة تخش في حرب ضد شعبها بالتحالف مع الإرهابيين، صارت من 2012 لعند 2014. هذه الدولة كان يمثل فيها المؤتمر الوطني العام في 2012 وال2013 وال2014 وتحول إلى مجلس دولة. النسخة الجينية المحسنة من المؤتمر الوطني مجلس الدولة اللي قاعد يدعم في بقائه للأبد ويدعم في المجموعات المسلحة، يبي يقعد في الأبد للسلطة من خلال دعم الميليشيات اللي تقاتل في الجيش الوطني في العاصمة طرابلس. الأمور واضحة جدا. حنرجع طبعا للجهات والشخصيات المسؤولة عن دعم الإرهاب في ليبيا، ولكن خلوني نستعرض معاكم مادة خاصة ومادة حصرية لقنوات 218 تعطيكم فكرة عن شكل الوثائق وأبرز الأسماء الإرهابية الموجودة عندنا هنا بين يدينا. حنشوف المادة اللي أعدها الزملاء الخاصة والحصرية بقنوات 218 ونرجع للتعقيب. تختفي السلطات الليبية منذ عام 2017 أثر 192 إرهابيا منتمين لتنظيم داعش، جلهم من الليبيين من مختلف مناطق البلاد، حيث طالب خطاب وجهه القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود إلى أجهزة المخابرات العامة والمباحث العامة والمباحث الجنائية ومديري الأمن بالمناطق وقوة الردع الخاصة، وأحيلت منه نسخة عاجلة للإنتربول بالإسراع بالقبض على ما يزيد عن 190 عنصرا إرهابيا تم التوصل إلى أسمائهم وكناهم وطبيعة دورهم بالتنظيم عبر تحقيقات مع مجموعات ألقي القبض عليها، وكشفت عن أدوار البقية الذين لا يزالون خارج القضبان. وحوت القائمة التي تحصلت عليها 218 على أسماء سجناء سابقين في بوسليم وقيادات من تنظيم القاعدة وآخرين مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، علاوة على مشاركة عدد كبير منهم في القتال بدرنة وبنغازي وسرت إلى جانب التنظيمات الإرهابية. ويبرز من بين أسماء عديدة إرهابيان مصريان ينشطان في ليبيا هما يوسف السيد جد ومحمود الضرطي، أرسلهما التنظيم في وقت لم يحدده خطاب النائب العام للدراسة في تركيا لتقوية صفوفه في جوانب تنقصه، إلى جانب مصري آخر يدعى أبو إسلام لم يشر الخطاب إلى أي تفاصيل بشأنه. وكشف الخطاب عن إرهابي مصنف بالخطير يدعى وسام نجم الزبيدي، عراقي الجنسية من أصل سعودي. ومن بين أسماء ليبية عديدة قادة في تنظيم داعش أمكن التعرف على ما يزيد على 4 منهم قتلوا في معارك تحرير سرت، يتقدمهم الإرهابي جعفر عبد السلام عزوز المكنى بالأندلسي إثر غارة جوية جنوب غرب سرت. وتضم القوائم 60 مطلوبا من درنة و75 من مصراته و31 من سرت، وأفراد من بنوليد ومسلاته والخمس وجميل وبنغازي وطبرق وصبراته ومسلاته. القوائم التي تحصلت 218 على نسخة منها أظهرت أن عددا من المطلوبين ألقي القبض عليهم خلال حملات قامت بها قوة الردع في الغرب وقوات الجيش في الشرق، منهم عبد الرحمن الجرو الذي ألقت قوة الردع القبض عليه عقب إعلانه البيعة لتنظيم داعش خلال العام 2015، وهو شقيق حميد الجرو المتحدث باسم كتيبة صلاح بادي. 218 إذ تنشر هذه المعلومات فإنها تعد مشاهديها بنشر سلسلة أخرى من الوثائق التي تثبت تورط عناصر إرهابية ليبية وعربية وجهات حكومية مسؤولة في ملفات أقلها الفساد. إذا شفتوا عينة بسيطة جدا من هالأسماء الإرهابية، لكن عاد خلونا مدام ديما نحكوا ونتكلموا بصراحة مطلقة، ليش ما نديروا جولة في هالأسماء هذه، نديروا جولة سريعة على الأسماء الإرهابية لأخطر إرهابيين من مدن ليبية، من سرت، من درنا، من مصراتة. المدن الليبية هذه للأسف اللي كان حظها سيء لما اشتغلت السلطة التشريعية أو المؤتمر الوطني متاع الإسلاميين على توطين الإرهاب في هذه المدن. حنبدو نستعرضوا كم اسم من مدينة درنا على سبيل المثال لأخطر إرهابيين في تاريخ ليبيا، الإرهابيين اللي وقفوا عمل الشرطة وعمل الجيش وعمل المؤسسات والقانون. وهذه قوائم حصرية، وخاصة النسخة اللي وصلتنا في قنوات 218 قوائم النائب العام، مكتب النائب العام، مليئة وتعج عندي هنا بأسماء أخطر إرهابيين موجودة في هالقوائم. لكن خلوني نبدأ بشخصية إرهابية معروفة جدا في مدينة درنا وفي بنغازي ومعروفة جدا الآن في مدينة مصراتة. ليش؟ لأنه مقيم حاليا في مدينة مصراتة، موجود في مدينة مصراتة. الشخصية الإرهابية أو النجم الشهير في عالم الإرهاب عبد القادر عبد السلام عزوز، شخصية معروفة. عبد القادر عبد السلام عزوز رقم 130 في قوائم النائب العام، هل درنا كلهم يعرفوه؟ عبد القادر عزوز المعروف بكامل عزوز، اسمه المرة كامل مرة عبد القادر. هذا إرهابي مسؤول عن تحويل درنا مبكرا لإمارة إسلامية إرهابية جهادية. هذا يا سيدي دره كبود الناس مبكرا قبل ما يموت القذافي، واأيام صارت فيها حرب. وخلونا نعطوا عليه شوية نبذة للي ما يعرفش. هذا طبعا كان من الشخصيات الإرهابية اللي خش المؤتمر الوطني ويستقبل في استقبال رئاسي، ما في واحد يقدر يتكلم مع عبد القادر عزوز. هل في عضو مؤتمر وطني أو أعضاء من المؤتمر الوطني على مدينة درنا أو بنغازي عمرهم طلعوا وقالوا لنا مبكرا في 2012 أن راهو في إرهابيين يقودوا في المؤتمر الوطني ويزوروا فيه؟ عمرها ما صارت. أساسا كلمة إرهاب كانت من المحرمات، ما تقدرش تقول في إرهاب لا في درنا ولا في بنغازي، ممنوع. المهم عبد القادر عزوز انحبس في 94 زي ما انحبسوا متطرفين واجدين وقتها في سجن بوسليم، وبعدين تم الإفراج عليه بعد قضية المصالحة بين الإسلاميين وبين نظام القذافي. طلع هو ومعه مجموعة إرهابية طلقهم القذافي وقتها في 2008 وخضى تعويض مالي كبير مجزي. طبعا هي هذه مشكلة أيضا لما تجي تشوف فترة القذافي والنظام الأمني، القذافي ما كانش يكافح في الإرهاب بالشكل الصحيح ولا بشكل جدي، كان يدجن فيهم لكن ما كانش يكافح في الإرهاب، وإلا ما كانش عندنا إرهابيين. الإرهابيين يحبسهم بعد يطلعهم بعد ما يطلع عم يعطيهم تعويضات بنص وبربع مليون، ويرد مرة يحبسهم، مرة يعطي فيهم مئات الآلاف، مرة عاد يفتحها لما يمشوا للعراق، مرة يمشوا يجاهدوا في الجزائر، مرة يرد يحبسهم، مرة يعطيهم تعويض، وهكذا. كان في نوع من الاستخدام، وكان يضغط بهم على بعض الدول والمجتمع الدولي، إرهابيين زي كامل عزوز وغيره. لكن ما كانتش في مكافحة حقيقية للإرهاب كإيديولوجيا، كأفكار دينية متطرفة، ما كانش الدولة عندها مشروع لمكافحة الإرهاب كفكرة، بل أن النظام كان عنده ثقة في قبضته الأمنية وأن هذول قاعدين تحت السيطرة، وهذا طلع مش صحيح. أهو عندنا إرهابيين. لو كانت الأنظمة هذه تكافح، الأنظمة السابقة كلها لو كانت تكافح في الإرهاب، راهو ما عندناش إرهابيين ببساطة. الإرهابيين هذول كلهم واللي موجودين عندي الآن في القائمة الخاصة والحصرية بقنوات 218 كانوا قاعدين، ما طلعوش فجأة بعد فبراير ولا نزلوا من السماء بباراشوت. المهم، عودة لكامل عزوز. المطلوب عند النائب العام في 2011 كان كامل عزوز أو عبد القادر عزوز ضمن كتيبة بوسليم، وتولى فيها منصب رئيس المجلس الشورى وقتها، وكان معه طبعا المفتي بتاع بوسليم مجدي الحوات، مجدي الحوات الملقب بقسورة. هذا أول واحد كان بيفتح محكمة شرعية في دارنا. المهم، كان كامل عزوز أيضا رئيس للمجلس العسكري فترة في دارنا، اللي تم تشكيله، المجلس العسكري تم تشكيله في دارنا. نختصر الوقت ونختصر القصة هذه. جت 2015 وصارت الحرب العقائدية الدينية الكبيرة بين مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها وبين تنظيم الدولة الإسلامية لأسباب لهن علاقة بالسلطة، أسباب لهن علاقة بالنفوذ، وأسباب لهن علاقة بموضوع البيعة الإسلامية. وقتها طبعا أعلن كامل عزوز، أعلن براءته بالكامل من مجلس الشورى وانضم لتنظيم الدولة وبايع أبو بكر البغدادي. أعلن بيعته على المنبر في جامع متاع المينا، المينا متاع درنا البحري، فيه جامع، والجامع هذاك طبعا كان مخصص للمينا فقط. حول كامل عزوز لجامع لصناعة الإرهاب والتطرف، تلقى فيه كل جمعة كل الإرهابيين المتطرفين فترة حكم المؤتمر الوطني. خطبة شهيرة طبعا وقتها ألقاها كامل عزوز الأستاذ الإرهابي، وصف فيها الدواعش وأفراد تنظيم الدولة الإسلامية اللي قاعدين في درنا بأصحاب الوجوه النيرة، إرهابيين وجوههم نيرة من الإيمان. أحد أخطر الأسماء الموجودة في قوائم النائب العام اللي عندنا هنا، نسخة حصرية 193 اسم، كامل عزوز أو عبد القادر عبد السلام عزوز المطلوب في قوائم النائب العام. أول شخصية إرهابية في درنا طالب بقصة تطبيق شرع الله، وما زالت الحرب قاعدة في سرته، وما زال ما مات القذافي. جاء كامل عزوز لدرنا وروح سيب الجبهة وقال نحن حربنا انتهت. طلع في الصحابة وقاعد يحكي حربنا انتهت أو على وشك النهاية، وقال حربنا الحقيقية تبدأ الآن، حرب تطبيق شرع الله. طبعا عاد اسطوانة شرع الله، شرع الله 24 ساعة هذه خخموا بها الناس في درنا وفي بنغازي وفي كل مكان. هذين سنوات التأسيس للإرهاب في درنا بواسطة كامل عزوز وبواسطة الدعم اللي جه من المؤتمر الوطني العام. طبعا عاد كامل عزوز كشخصية إرهابية عنده منجزات مهمة في عالم الإرهاب، خلونا نذكره بين مادام نبغى ناخذ عينة من الأسماء الموجودة. منجزات في خدمة الإرهاب وفي تحويل مدينة درنا وقتها لإمارة إسلامية. جاء وتوكل على الله ودار جدار فصل عنصري بين البنات والشباب في جامعة درنا، وفصل بين الجنسين، وتمت الجامعة غير مختلطة كخطوة أولى لتطبيق شرع الله. والسلطات الليبية تتفرج، والنواب وأعضاء المؤتمر الوطني على مدينة درنا يتفرجوا. إرهاب حقيقي وتطرف حقيقي. الراجل طبعا كان يشوف في الرقة نموذج يحتذى به في صناعة مدن الإرهاب العصرية الحديثة. في نفس الوقت شيخ إرهابي ومتاع بزنس، يستورد كان في سلاح ويستورد في متفجرات زي ما كان يستورد فيهن وكيل وزير الدفاع وقتها خالد الشريف، يستورد في حقائب متفجرة. ودار مشروع متاع بنبغاز في مدينة درنا بمعايير تخالف معايير الشركة في ليبيا وقتها، وغصبا عن الناس وعن الشركة والدولة، وقاعد يستورد في بنبغاز، يعني لاعب لعبة شينة في مدينة درنا، يجيب في بنبغاز ويجيب في سلاح. وكان شريكة طبعا في قصة مشروع بنبغاز هذا فتحي الكوم، موجود في مدينة درنا، مشروع دار كامل عزوز أو عبد القادر عبد السلام عزوز مع شخص اسمه فتحي الكوم. وأيضا هذه تفاصيل كلها يعرفها أهل درنا. قاعد يستغل في الناس ماديا ويطبق عليهم في شرع الله زي ما هو يشوف فيه، من خلال النسخة الخاصة بالتطرف والإرهاب متاع كامل والجماعة هذم، نسختهم الخاصة التاريخية بالإسلام، نموذج للإرهابي المحترف. آخر الأخبار طبعا عن عبد القادر عزوز أنه هو مقيم أو موجود في مدينة مصراتة بعد ما هرب في 2018. هذه آخر معلومات عليه بعد ما هرب من درنا في 2018. ننتقلوا لعرض بعض الأسماء أخرى والشخصيات الإرهابية الثانية الموجودة في القوائم الحصرية والخاصة، واللي عندنا نسخة منها في قنوات 218 قوائم النائب العام. عندنا هنا صلاح دنجو المكنى بأبو خباب، وعندنا أيضا المهدي دنجو المكنى بأبو بركات. هذا طبعا لما استعرضنا معاه كموثائقي حصري أبو البركات هذا أو المهدي دنجو كان من ضمن الناس اللي شاركوا في قتل الأقباط المصريين، الأقباط الله يرحمهم. خباب وأبو البركات، شوف طبعا التسميات والكنيات ديما راهو الإرهابيين تلقاهم تجدهم في عالم الإرهاب مهتمين بقصة الكنية، مش عشان قصة الأسماء الحركية وعشان عاد يبوا هم يحاولوا أن المخابرات وأجهزة الأمن ما تنتبه لهمش. مش هذا السبب فقط، السبب الرئيسي أن الكنى هذه اللي يستخدموا فيها أبو خباب وأبو مش عارف من هذه تدير لهم في نوع من المحاكاة التاريخية عشان يشعر الإرهابي أو المتطرف أنه قاعد في القرن السابع الميلادي، بناء عليه يتصرف ويفكر كأنه هو موجود في القرن السابع الميلادي. رؤيته وتصوراته عن العالم والقضايا الإنسانية هي نظرة القرن السابع الميلادي اللي لا يعرف حريات ولا حقوق إنسان ولا ديمقراطية ولا دولة حديثة ولا مساواة ولا أي شيء، زي نظرة الصادق الغرياني بالضبط وأغلب شيوخ الدين اللي ابتلينا بهم في ليبيا، اللي نشروا الإرهاب في ليبيا. عندنا أيضا من الأسماء الشهيرة أمين كلفالضم، طبعا اسم معروف، الموجود الآن في أحد سجون مدينة مصراتة، طلع أو ما طلعش الله أعلم، لكن آخر محطة من محطاته كانت مدينة مصراتة، هو من ضمن قوائم النائب العام الموجودة عندنا. أيضا عندنا صالح الصالحين الشاعري، صالح الصالحين الشاعري اللي يقولوا له أبو مصعب، إرهابي آخر أيضا اسمه موجود عندي هنا، هو موجود عند النائب العام. عندنا أيضا حلم الشيحني، هضم من مدينة درنا اللي نحكي فيهم الآن، حلم الشيحني أيضا اسمه موجود. مفتاح لغويل، وعندنا علي لغويل، هضم إرهابيين موجودين في هذه القائمة ومعروفين في مدينة درنا. هذا علي لغويل أصيب في درنا وبعدين تم نقله للعلاج في تركيا عن طريق مدينة مصراتة. المعارك اللي كانت بين قوات الجيش الوطني، القيادة العامة للجيش الوطني، وبين الإرهابيين ومجالس الشورى اللي موجودين في مدينة درنا، تعرض لإصابة وطب في تركيا عن طريق مدينة مصراتة. اسم ثاني عندنا علي بوغرارة، هو أيضا من مدينة درنا وفي قائمة النائب العام، يسموا فيه علي بوطقرة، مرة عاد يحبسوا فيه ومرة يطلقوا فيه جماعة الأمن الداخلي، مش معروف هو وين موجود. وعندنا أيضا في هذه نستعرض في عينات عشوائية من القوائم الخاصة والحصرية بقنوات 218. عندنا رضا سليم المنصوري أيضا من مدينة درنا، وعندنا شخصية إرهابية أخرى. هذه كلها أسماء تذاع لأول مرة على الهواء لوثائق حصرية لإرهابيين مطلوبين للنائب العام. عندنا محمد الظاوي المشهور بحميد الظاوي، إرهابي حتى هو، فلوسه وجدات وتاجر عقارات، ومن مدينة درنا. عندنا أيضا سراج سليم المنصوري من المرزم، هذا شرق مدينة درنا. وعندنا خليفة فضل المنصوري، حتى هو من منطقة أم الرزم. هذه قوائم النائب العام. عندنا اسم آخر، أهي الأسماء كلها قدامي 193 اسم. سالم الباح أيضا من مدينة درنا، مصطفى الحداد عندنا أخرى موجود هنا، محمد سليم المنصوري، هذه كلها أسماء موجودة وأول مرة ووثيقة حصرية وخاصة بقنوات 218. عندنا اسم مهم شهير، هاشم بوسدرة، أيضا أهل درنا يعرفوه، إرهابي شهير جدا، نار على العالم زي ما يقولوا. وعندنا أيضا جزء من الأسماء عبد الفتاح الخشخاش، عندنا زين الخشخاش، هم الإرهابيين نفسهم المدعومين من المؤتمر الوطني اللي اسمه الآن مجلس الدولة، المجلس الأعلى للدولة، وهذم اللي يدافع عنهم خالد المشري بضراوة في حرب درنا اللي فاتت لما أعلن الجيش الوطني عمليات لتحرير مدينة درنا من الإرهاب. ظهر المشري فورا وناض وقال والله درنا لا يوجد فيها إرهاب. من اللي ما يعرفش أن مدينة درنا كانت تحت حكم الإرهابيين وسرقوا هويتها قبل ما تبدأ عملية الجيش الوطني فيها، ما هوش سر في وكالات الإعلام الإقليمية والدولية يحكوا على الموضوع، ولكن بنفس الحجج اللي يقول فيهن رئيس مجلس الدولة. مقاطع فيديو يذبحوا في الناس، يعني مش قصة مخفية. مجلس الدولة نفس الحجج يقول فيهن عن درنا، يقول فيهن اليوم نفس الحجج بالضبط. سمينا فقط 10 ولا 12 اسم، 193 اسم، جزء كبير راهو من الأسماء هذه قاعدين يسرحوا ويمرحوا الآن مع مجالس الشورى اللي تقاتل في العاصمة طرابلس ضد مشروع الاستقرار. مش هذه الأشياء تخليك تفكر شوي أو تعيد حساباتك وتفكر؟ شيء عجيب. قبل ما ننتقل لنقطة أخرى نبي نعرض معكم من جديد الناس اللي انضمت لنا الآن، المادة اللي عرضناها قبل شوي، جزء من قوائم الأسماء الإرهابية المطلوبة للنائب العام. نشوف من جديد المادة الحصرية والخاصة لقنوات 218 للناس اللي التحقت بنا الآن. نشوفوا التقرير اللي أعده الزملاء قبل شوي وعرضناه في بداية الحلقة، نشوفوه من جديد ونتابعه ونشوفوا الأسماء للناس اللي انضمت معنا الآن. تقتفي السلطات الليبية منذ عام 2017 أثر 192 إرهابيا منتمين لتنظيم داعش، جلهم من الليبيين من مختلف مناطق البلاد، حيث طلب خطاب وجهه القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود إلى أجهزة المخابرات العامة والمباحث العامة والمباحث الجنائية ومديري الأمن بالمناطق وقوة الردع الخاصة، وأحيلت منه نسخة عاجلة للإنتربول بالإسراع بالقبض على ما يزيد عن 190 عنصرا إرهابيا تم التوصل إلى أسمائهم وكناهم وطبيعة دورهم بالتنظيم عبر تحقيقات مع مجموعات ألقي القبض عليها، وكشفت عن أدوار البقية الذين لا يزالون خارج القضبان. وحوت القائمة التي تحصلت عليها 218 على أسماء سجناء سابقين في بوسليم وقيادات من تنظيم القاعدة وآخرين مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، علاوة على مشاركة عدد كبير منهم في القتال بدرنة وبنغازي وسرت إلى جانب التنظيمات الإرهابية. ويبرز من بين أسماء عديدة إرهابيان مصريان ينشطان في ليبيا، هما يوسف السيد جد ومحمود الضرطي، أرسلهما التنظيم في وقت لم يحدده خطاب النائب العام للدراسة في تركيا لتقوية صفوفه في جوانب تنقصه، إلى جانب مصري آخر يدعى أبو إسلام لم يشر الخطاب إلى أي تفاصيل بشأنه. وكشف الخطاب عن إرهابي مصنف بالخطير يدعى وسام نجم الزبيدي، عراقي الجنسية من أصل سعودي. ومن بين أسماء ليبية عديدة قادة في تنظيم داعش أمكن التعرف على ما يزيد على 4 منهم قتلوا في معارك تحرير سرت، يتقدمهم الإرهابي جعفر عبد السلام عزوز المكنى بالأندلسي إثر غارة جوية جنوب غرب سرت. وتضم القوائم 60 مطلوبا من درنة و75 من مصراته و31 من سرت، وأفراد من بنوليد ومسلاته والخمس وجميل وبنغازي وطبرق وصبراته ومسلاته. القوائم التي تحصلت 218 على نسخة منها أظهرت أن عددا من المطلوبين ألقي القبض عليهم خلال حملات قامت بها قوة الردع في الغرب وقوات الجيش في الشرق، منهم عبد الرحمن الجرو الذي ألقت قوة الردع القبض عليه عقب إعلانه البيعة لتنظيم داعش خلال العام 2015، وهو شقيق حميد الجرو المتحدث باسم كتيبة صلاح بادي. 218 إذ تنشر هذه المعلومات فإنها تعد مشاهديها بنشر سلسلة أخرى من الوثائق التي تثبت تورط عناصر إرهابية ليبية وعربية وجهات حكومية مسؤولة في ملفات أقلها الفساد. حنتكلموا في سلسلة الحلقات هذه، نتكلموا على شركات تدعم في الإرهاب، مش بس مسألة فساد وشبكة الفساد اللي دائما نتكلموا عليها، حنتكلموا على شركات بالأسماء وبالتفاصيل وبالأرقام، شركات تدعم في إرهابيين، صدق أو لا تصدق، تدعم فيهم بالفلوس إرهابيين حقيقيين داعش. بالمناسبة الداعش اللي تم ذكره الآن هو أخ حميد الجرو، زي ما ذكر التقرير حميد الجرو هذا دائما نطق باسم لواء الصمود، دائما يكتب على الفيسبوك ويعطي في أحداثياته وقصص بتاعة الواقع الميداني ومشينا هنا وخشينا هنا إلى آخره. الإرهاب في ليبيا، الإرهاب المتحالف مع المسلحين والإسلاميين وقادة المجموعات المسلحة اللي قاعدين يقدموا فيهم لنا الآن كحماة للدولة المدنية الديمقراطية، وهم لا يعرفوا مدنية ولا ديمقراطية ولا يعرفوا أساساً شن هي معنى الحرية أو يقدروا شن تعني حرية الشعب وحرية الشعوب. نفس الوجوه اللي أغدقت على الإرهاب في المؤتمر الوطني أهو قاعدة موجودة الآن في مجلس الدولة ومجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، نفس الأسماء ونفس الوجوه ونفس المواقف المؤيدة للإرهاب من 2012. كيف يبوا ينسوا الناس القصة هذه؟ نفس المواقف المتواطئة مع الإرهاب والإرهابيين اللي خلوا مدن ليبيا بالكامل تسقط في وحل الإرهاب. يتكلموا اليوم يحكوا عن الدولة المدنية بكل صحة وجه. شوف نواب درنا أو بنغازي في المؤتمر الوطني. عمرهم ما قالوا في إرهاب ولا قالوا في مشكلة، باستثناء الله يرحمها فريحة بركاوي النائبة عن مدينة درنا. قتلوها الإرهابيين ومفيش حد تكلم، بما فيه أعلى سلطة تشريعية في البلد. لكن من جديد هذا مشروع دولة متكلم على مكافحة الإرهاب. في حرب عسكرية ضد الإرهاب وفي حرب أمنية، ولكن المهم دائما هي مسألة الحرب الثقافية، الحرب الفكرية، إذا جزلنا أن نحن نسموها حرب. لا يمكن تتخيل أنك أنت تقضي وينتهي الإرهاب في درنا وفي بنغازي وفي سرت وفي أي مدينة ليبية أو في مرزق أو في الجنوب، وأنت تعتقد بس أن القصة هي حرب عسكرية. لا، في حرب أمنية أعقد وفي حرب ثقافية أعقد، الحرب الفكرية اللي هي تجفف المنابع الأيديولوجية الفكرية للإرهاب كمجموعة أفكار وكعقيدة دينية. أولها مسألة السيطرة، أن البلد والحكومة والسلطة تكون عندها سيطرة على إدارة الجوامع، وهذا دارتها كل الدول اللي عندها جدية في محاربة فكرة الإرهاب، ما يخلوش في الأمور سباهلة. لا، عندنا عاد نحن عندنا ناس في الشرق وفي الغرب، عندنا جوامع وعندنا شيوخ يحرموا في الموسيقى ويحرموا في الفن ويحاربوا في أي شيء له علاقة بمشروع الحياة. الشيوخ في الشرق في برقة دايرين قصة على مهرجان موسيقي، حفلة موسيقية، نفس الفكر اللي بيخلي الإرهابيين يدلوا بدلوهم ويطرحوا أفكارهم الدينية المتشددة للناس بكل حرية. يقول لك لا طبعا القصة راهي ما هيش تطرف، القصة أن هذه مش عاداتنا ومش عارف شنو إلى آخره من هذا الكلام اللي ملاش أي علاقة بتاريخ الليبيين ولا بالهوية الليبية والليبيين اللي بيو مشروع حياة. إذن الشاهد من عرض الوثائق الحصرية هي فكرة البحث عن الجهات المسؤولة اللي موجودة الآن داخل العاصمة طرابلس، مجلس الدولة اللي هو مؤتمر وطني، الجهات المسؤولة عن تحويل ليبيا لقبلة للإرهابيين والمتطرفين من كل أنحاء العالم، الإسلام السياسي والإخوان المسلمين اللي قاعدين يشتغلوا في طرابلس ويقودوا في الحرب لصالح مشروع جماعات الإسلام السياسي بكل وضوح. هذا راهو هو رأس جبل الجليد زي ما يقولوا، وإلا عندك إرهابيين وعندك عدد هائل من الإرهابيين اللي مش موجودين في القوائم لكن موجودين يقاتلوا مع الوفاق، قاعدين غادي، واللي جزء منهم قاعد يقاتل في عاصمة طرابلس متحالف مع الوفاق، مع حكومة الوفاق، ويبقوا يأسسوا لدولة مدنية عصرية حديثة. على سبيل المثال محمد بن دردف أحد قيادي أنصار الشريعة هرب من بنغازي، مات في العاصمة طرابلس. مات محمد بن دردف وهو يقاتل في صفوف الوفاق زي صلاح الشين وغيره. قيادات إرهابية تموت وتكتب عليهم صحف أمريكية وغربية، مش كلامنا، خصوصا القيادات المتورطة في قتل الناس غربيين زي محمد بن دردف اللي مات في طرابلس في صفوف الوفاق، وهو اللي هجم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012. صحف أمريكية كتبت عليه لما مات. وإلى هذه اللحظة ما زالوا بين قوسين الليبراليين والناس الملتصقين بالمجموعات المسلحة ما زالوا يهونوا من خطر الإرهاب ويقولوا ليبيا ما فيهاش إرهاب من غير حشم. عند الآن يقولوا لا العاصمة طرابلس ما فيهاش إرهابيين، ومجالس الشورى تسرح وتمرح في العاصمة طرابلس، ومجموعات أبو عبيدة المرتبطة بتنظيم قاعدة تسرح وتمرح، وجماعات الإسلام السياسي مخابرات تركيا وقطر تسرح وتمرح مع الإخوان المسلمين وحكومة الإخوان المسلمين في تركيا، زي ما كانوا يقولوا فيها في 2012 لعندما تمت درنا وصرت إمارات إسلامية ضمن دولة الخلافة الداعشية. هذه هي النهاية. وزي ما يحكوا الآن بصحة الوجه ويقولوا أبداً ما فيش إرهاب في صفوف الوفاق، لا عندنا مجالس شورى ولا قاعدة ولا أنصار شريعة. حماة الدولة المدنية اللي قاعدين موجودين، حزب يحمي في الدولة المدنية وقادم بأفكار تحرر وحرية، ماشيين في نفس الكذب وفي نفس الأوهام من غير حشم من الليبيين ومن التجربة ومن التاريخ ومن الحقيقة، ماشيين في نفس الأوهام بالضبط، ما تغيرش فيهم شيء ومش هيغيروا من أنفسهم شيء. إذن هذه القوائم الحصرية الخاصة بقنوات 218، القوائم الحصرية لإرهابيين 193 اسم إرهابي، جزء كبير منهم قاعدين مع مجالس الشورى الهاربة من درنا وبنغازي واللي قاعدين في العاصمة طرابلس ومطلوبين للنائب العام، وبلكي وصلتهم فلوس من المليارين اللي صرفهم فايز السراج على المجموعات المسلحة. بل إن كل التقارير الأمنية تتكلم على سوق السلاح اللي قاعد يدور الآن. هذه هي المخاوف الغربية اللي دائما يواجهوا فايز السراج بها، يقولوا لنا نحن عندنا مخاوف إن السلاح اللي موجود أو السلاح اللي يجي من تركيا أو من أي مكان يوصل لإرهابيين، باستثناء عاد مجموعات الوفاق المسلحة اللي مع الوفاق، وفعلا وصل لتنظيم داعش، وتنظيم داعش قاعد نشيط في الجنوب في الفترة الأخيرة. في خلال الشهرين دار 4 و5 عمليات ضد تمركزات لعسكرية ولضباط لقوات الجيش الوطني. من وين يجيهم السلاح؟ من وين تجيهم الفلوس؟ سوق كبير قاعده ماشيه الامور سبهلله. ونحن نتابع في قضيه زي قضيه الصندوق المتخصص في مساومه ابتزاز المسؤولين والوزراء، ويقوم بعمليه سطو مسلح له 8 سنوات على الدوله الليبيه من اصحاب الملايين. لما تشوف هالمشهد هذا كيف تبي تتخيل الان الجماعه كيف بيشتغلوا جماعه الوفاق، او الجماعه البرلمانيين اللي بيتخيلوا انهم يديروا في عمليه ديمقراطيه داخل عاصمه طرابلس في احضان المجموعات المسلحه. كلام كله غير منطقي، وانت قاعد محاصر بالارهابيين وبمجالس الشورى، وقاعد حايس على فايز السراج، عنده الدنيا كلها عنده. ميليشيات جهويه، على مجموعات مسلحه، على مجالس شورى، على انصار شريعه، كلهم قاعدين عند فايز السراج ومسميهم تحالف الوفاق. لكن المؤشرات اللي قاعده تصير اليوم ان التصدعات والانشقاقات حتكون نهايتها مأساويه بالنسبه لحكومه الوفاق. الواقع يقول لك، لان هذه تحالفات مرحليه مبنيه على مصالح جزئيه فقط صغيره. كلهم اتفقوا فقط ضد الجيش الوطني. مش لانه هو الجيش الوطني، ولا عشان القياده العامه للجيش الوطني، لان عداوتهم مع الجيوش عداوه تاريخيه، ولان عداوتهم مع الاستقرار عداوه تاريخيه، يبوها فوضى، هذا هو المناخ اللي يعيشوا فيه. مجموعه مسلحه جايه، ميليشيا مروحه، هذه الامور تدار. البنك المركزي قاعد جنبهم، المصارف قاعده جنبهم. 8 سنوات يسرقوا وينهبوا في الدوله الليبيه، ويقوموا بعمليه سطو مسلح على الدوله الليبيه، والاهم انهم خربوا لنا الديمقراطيه في 2014. ونفس النماذج الموجوده في المؤتمر الوطني اللي قاعده في مجلس الدوله الان استعانت بالمسلحين وقضت على الديمقراطيه في 2014 لما رفضوا الديمقراطيه عشان اجراءات شكليه، تسليم واستلام. جو الاسلاميين وحطوا في الرز اعظام وقالوا هذا ما يصيرش، لازم من اليه فنيه حقيقيه للتسليم والاستلام عشان نقبلوا الديمقراطيه. وجاعد بعدين حكم المحكمه والقصه اللي عرفها الجميع. اذا مشاهدينا الكرام، نعدوكم ان السلسله هذه مش حتوقف، عندنا حلقات خاصه وحصريه نستعرض فيها بالاسماء وبالقوائم لشركات جزء منها ليبي جزء منها غير ليبي تدعم في الارهاب في ليبيا، بالاسماء وبالشخصيات. زي ما نتكلموا دائما لما نحكوا على الفساد نحكوا على الارهاب، هذين ما عندناش فيهم خطوط حمراء. اي جهه متورطه، اي حكومه، حكومه عبد الله الثنيه، حكومه فايز السراج، حكومه من اخر الدنيا، اي حكومه متورطه في فساد، واي شركات وشخصيات متورطه في فساد وفي دعم ارهاب وارهابيين حتذكر، ودائما حق الرد مكفول للجميع. وصلنا الى نهايه حلقه البلاد الليله. شكر من جديد للضيف اللي كان معنا العميد خالد المحجوب مدير اداره التوجيه المعنوي في قوات الجيش الوطني، وشكر لكم طبعا مشاهدينا الكرام. تحياتي انا خليل الحاسي، وايضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم امسيه طيبه.